قناة الزمالك تلقت دعوة من مركز شباب بوتيك في محافظة أسيوط لزيارة المركز، وإحنا في الطريق كنت بفكر ليه الدعوة وشمعنا مركز شباب بوتيك، ولما وصلت بعد 5 ساعات حسيت إننا في 100 عقبة، وتحديدا في نادي الزمالك. مركز الشباب كله زملكاوي، كبار وأطفال، أولاد وبنات، حتى صورة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موجودة على واجهة مركز شباب بوتيك. مساء الخير عليكم جمهور نادي الزمالك العظيم، النهاردة موجودين والأول مرة في الصعيد داخل مدينة أبوتيك في محافظة أسيوط. طبعا زي ما انتم شايفين الناس بترحب بينا وفرحانين بوجودنا النهاردة، موجودين النهاردة علشان نلبي دعوة كل زملكاوي وعلشان نقول لكم ان احنا دايما معاكم. معانا دلوقتي رئيس مركز شباب بوتيك كابتن فهد ابو عقرب، عايزين نسأله عن نشأة المركز من سنة كام وكل تفاصيل عن المركز شباب بوتيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بقناة نادي الزمالك، مشرفة الصعيد ومشرفة محافظة أسيوط ومركز شباب بوتيج. لو هنتكلم عن نشأة المركز، المركز أنشئ سنة 1963 من أقدم المراكز على مستوى الجمهورية. مساحة المركز تتعدى 8000 فدان، من المراكز الكبيرة مساحية. طبعا المركز هنا يعني الحمد لله احنا يعتبر المركز كله يحب نادي الزمالك، طبعا زود الشعبية بتاعت نادي الزمالك هنا. طبعا ان المركز طلع منه النجم محمد عنتر، شرف لينا وشرف للصعيد وشرف لمركز شباب بوتيك، بنفتخر بيه في كل مكان. فده زود الشعبيه بتاعت المركز. طبعا بنبلغ ان احنا هنا بنحب المستشار مرتضى منصور وبنحب سياسه المستشار مرتضى منصور، وبنعتبر المستشار صعيدي زينا لان هو راجل دغري، واحنا معروفين في الصعيد هنا ان احنا ناس دغري، فالمستشار مرتضى ده راجل دغري وبيقول كلمه الحق وعمل طفره في نادي الزمالك كلنا فخورين بيها الحمد لله. قول لي كده ايه رايك في السنتين اللي فاتوا ورايك في انجازات المستشار مرتضى منصور؟ للامانه اللي بيعمله المستشار مرتضى منصور فاق الخيال بصراحه، يعني حاجه مستحيله. المجلس طبعا اتحل والمجلس مشي ومجلس جه ومجلس معين ومجلس كذا، ورغم كل الظروف ده المستشار بينحت في الصخر زي ما بنقول عندنا في الصعيد، وقدر ياخد الدوري وقدر يجيب صفقات وقدر يحل مشكلة القيد وقدر يحل مشاكل كتير، وخد الدوري سنتين ورا بعض. بصراحة المستشار يعني أسد زي ما بيلقبوه الأسد ده، احنا عندنا في الصعيد هنا احنا كلنا بنفتخر بالمستشار مرتضى منصور، ونتمنى ان يبقى عندنا مستشار مرتضى منصور عندنا هنا في أسيوط. والله انا اللي بطلبه يعني لو سياده الوزير سمعني او المستشار مرتضى منصور يساعدنا كمركز شباب بوتيك، ان عندنا الملعب النجيل الطبيعي اللي هو الملعب القانوني اللي بنلعب عليه ده، 7 فرق بتلعب عليه، 5 براعم والفريق الاول والنادي 7 فرق بيلعبوا عليه. الملعب ليه 22 سنه ما اتعملتلوش صيانه، فاحنا اللي طالبينه بس ان الملعب النجيل الطبيعي يتعمل له صيانه. دلوقتي لاعب من براعم شباب بوتيك، اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد محمد احمد ابو لي. ايه المركز اللي انت بتلعبه في الملعب؟ هاف. تلعب هاف، انت لعيب بقى. قولي انت قدمت في اختبارات نادي الزمالك؟ ايوه 5 اختبارات والمرحله الاخيره ما اتقبلتش. ايه اللاعب المفضل ليك؟ شيكابالا. بتحب شيكابالا ليه بقى؟ لانه هو لاعب مميز. علي قول لي ايه اللاعب، مين اللاعب المفضل بالنسبه لك؟ كابتن احمد سيد زيزو. طيب كابتن احمد سيد زيزو، طب قول لي بقى يعني بتحب لعبه ونفسك تبقى زيه؟ ليه بقى؟ عشان هو مش زي اللاعيبه الاخرى، مش هيسيب نادي الزمالك ابدا، ونفسي ابقى اكون زيه. معانا بقى دلوقتي كبير مشجعي الزمالك في مدينه ابوتيج، برحب بيك معانا. قول لي كده يعني شايف الزمالك السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها ازاي، وشايف المنافسه على الدوري السنه دي هتكون ازاي؟ قول لي كده رايك. الزمالك من احسن الفرق حاليا موجوده في مصر اللي بتلعب كوره،
وعلى ما اعتقد ان الزمالك الفتره اللي جايه السنتين الجايين هيبقى مسيطر على الكره في مصر، لان بقى في نقله تاني مع سياده المستشار مرتضى منصور والصفقات الجديده. طبعا بمناسبه المولد النبوي الشريف احنا جايبين هدايا بسيطه كده للبراعم مقدمه من المستشار مرتضى واداره قناه الزمالك ومننا كلنا علشان نفرح اطفالنا الزملكاويه حاجه بسيطه. طبعا دي حلويات المولد النبوي الشريف. وده كان اخر لقائنا النهارده في مركز ابو تيك، كنا موجودين معاكم النهارده داخل الصعيد في مركز بوتيك علشان ننقل حب الزمالك، علشان نفرح الأطفال الزملكاوية، وعلشان نقول لكم إن صوتكم دايما مسموع وقناة نادي الزمالك موجودة علشانكم.